بدأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة حملاتها الرقابية والتوعوية على دور السينما وصالات الألعاب للأطفال، حيث تواصل الوزارة حملاتها المختلفة على هذه المنشآت بالتزامن مع إعادة افتتاحها في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا. بعد إعلان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن إجراءات فتح بعض القطاعات ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك أمام الحاصلين على التطعيم والمتعافين من المواطنين والمقيمين والزائرين، ذلك من خلال إبراز شعار المتطعمين والمتعافين باللون الأخضر في تطبيق مجتمع واعي. عادت صالة السينما والألعاب الترفيهية فتح أبوابها وسط إجراءات وتدابير صارمة بعد إقلاق دام لأكثر من عام. طبعا يتم الحرص على أخذ اللي هو التأكد من تطبيق مجتمع واعي أن المرافقين يكونون مطعمين حاصلين على الجرعة الثانية ومرور أسبوعين بعد الجرعة الثانية، بحيث يكون اللون أخضر وأن يلتزمون بارتداء الكمامات، والأطفال طبعا من أكثر من 6 سنوات يرتدون الكمامات، ويحرصون طبعا على اللي هو التعقيم والامور النظافه الشخصيه والتباعد، تطبيق التباعد. ولذلك لاحظنا دائما عند الالعاب، عند مناطق شراء التذاكر، علامات موجوده على الارض لتحقيق موضوع التباعد الاجتماعي. كذلك بالنسبه الى موضوع التعقيم، تقوم اداره المرافق هذه الترفيهيه بالتعقيم وبتخصيص مشرف الى كل منطقه. وفي هذا السياق قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع وزارة الصحة بتكثيف حملاتها الرقابية على هذه القطاعات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال أيام عيد الفطر المبارك. تم ترتيب أو عمل خطة رقابية على جميع المحلات التجارية في عيد الفطر المبارك بخصوص فتح إعادة هذه المنشآت التجارية، ونتأكد أن هذين المنشآت التجارية متأكدين من الاشتراطات اللجنة التنسيقية، ومن ضمنهم اللي هي دور السينما. ناس ما تشوفون المفتشين يقومون بدورهم وتأكدون أن في مسافة بين الكراسي، أن تم تعقيم، التأكد من دخول المواطنين من الابليكيشن، وهذا طبعا احنا الهدف في النهايه نتاكد من سلامه وصحه المواطنين في مملكه البحرين. محال الالعاب الترفيهيه في مختلف مناطق المملكه فتحت ابوابها للمواطنين والمقيمين الذين اثنوا بدورهم على حسن التنظيم من خلال تطبيق كافه اجراءات الدخول لهذه المنشات وتوفير التعقيم الدوري لكل لعبه في الصالات الترفيهيه للاطفال، وتشديد الرقابة على أعداد المتواجدين في المنشآت الواحدة مع الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، بما يسهم في حفظ صحة وسلامة الجميع. والله قررت أجيب اليهال عشان يستانسون، لأن الخبر من فترة كلها محكورين في البيت، والحمد لله قبل ما يجي كنت بشوف يعني أن الإجراءات والاحترازات اللي كانت هنا موجودة، والحمد لله طمنت أن الإجراءات كامل مضبوطة. والله الأجواء واجد حليوة، وسمعنا الألعاب إنها انفتحت وحبينا نفرح اليهال ويبناهم يستانسون هني، بس الحمد لله الأجواء يعني الاحترازات كلها ممتازة والتعقيم وفي انضباط يعني. اليوم الأجواء وايد حلوة وأنصح اليهال إن يجون يلعبون. هذا وقد عكست الحملة نتائج طيبة، تبين تقييد أصحاب المحلات والمرتدين بالإجراءات الاحترازية المطلوبة. بعد مرور أكثر من عام على إغلاق كافة دور السينما والمحال المخصصة لألعاب الأطفال، فقد عادت الحياة تدب في هذه المناطق ضمن اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية لتصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين. لمركز الأخبار خالد العون، تلفزيون البحرين.